جيدة. الحمد عم ننظر لهذا القطع كيف تحسينه، لذلك دأبنا على إعداد الاستراتيجية لهذا القطاع، وهي حاليا منجزة وبانتظار فقط إعلانها، وهذا بده توا بس يعني بحثة في مجلس، وهذا بده توا بس يعني بحثة في مجلس الوزراء، وإن شاء الله أن بتكون كافية وشافية. طبعا هذه الاستراتيجية علشان ما يعني نظل نحكي للناس باستراتيجيات متكررة، يعني نظل نحكي للناس باستراتيجيات.